شيخ الإسلام لم يؤلف كتابا على طريقة القص واللصق التي نعرفها هذه الأيام، يعني ممكن في 5 دقائق في هذه الأيام تؤلف مؤلفات مجلدات، صحيح؟ لا، لم يقول كل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو فيها قائل لا ناقل، يكتب من حفظه ويكتب كتابة سريعة، يكتب في يوم ما يكتب الكاتب المتمرس على الكتابة في أسبوع. بماذا؟ ما هي أسباب القوة عند شيخ الإسلام؟ بحث العلماء ونظروا في ترجمة شيخ الإسلام، قالوا أمر واحد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تنظر في زمن شيخ الإسلام، تنظر في زمن ابن القيم، الأئمة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتنظر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني كان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هو أعلم وأحفظ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذا. بماذا؟ بكثرة الحفظ، كثرة العلم، كذا كذا كذا؟ لا، أهم شيء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى.